بسم الله الرحمن الرحيم. في أزمنة القوة والازدهار للأمة الإسلامية لم تجرأ أمم الكفر على أن يتعرضوا للإسلام أو أصوله أو ثوابته، لأنهم يدركون تماما كيف يكون الرد. ولذلك لما صاحت امرأة مسلمة في أطراف الشام ومعتصمة لما نيل من كرامتها، سار المعتصم من بغداد على رأس جيش يقوده بنفسه حتى استرد لها عرضها وكرامتها وللأمة الإسلامية مروءتها. فأطلق أبو تمام قصيدته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. فإذا ضعفت الأمة كم من صائح يصيح وقرآناه ومعتصماه وإسلاماه، لكن كما قال الأول: ربما معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. حرق المصحف مرارا في التاريخ، بل أمر البابا كلمنت السابع بحرق المصحف لما طبع مترجما في البندقية، وحرق مرارا في أيام محاكم التفتيش في بلاد الأندلس، وحرق مرارا في أيام الحروب الصليبية، وحرق لما طبع في سويسرا بحروف مترجمة. لم يجرؤ غير المسلمين من المتشددين على حرق المصحف إلا لما ضعف المسلمون وانهزموا. القضية في السويد أو غيرها من دول أوروبا ليست قضية حرية شخصيات، ولذلك لما طالب أحد مسلم السويد قبل بضع سنوات بحرق التوراة يريد أن يرى ردة الفعل للحكومة السويدية، رفضت السويد مثل هذا القرار، وأرسل السفير الإسرائيلي في السويد كتاب شكر للحكومة السويدية لرفضها مثل هذا القرار. القضية ليست قضية حرية، القضية قضية إسلام. لو وجدت السويد أو الحكومات الأوروبية قوة في الرد من المسلمين حكومات وشعوبا ما تجرأت على مثل هذا الفعل. فالمقاطعات الاقتصادية والمقاطعات السياسية وردة الفعل القوية من الحكومات الإسلامية، كل هذا كفيل بأن يوقف السويد أو أوروبا عند حدهم ويبين لهم حجمهم الحقيقي. لذلك فإني أدعو المسلمين جميعا حكومات وشعوبا أن يجتمعوا على رأي واحد ورد حازم تجاه هذه الانتهاكات على أصول الإسلام وثوابته ومصحفه الكريم الذي يعد دستورا لكل المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم وآراؤهم. أن يكون الرد ردا سياسيا واقتصاديا، فإنهم لو رأوا كلمتنا قوية وحازمة ما تجرأوا أبدا على أصولنا وثوابتنا.